بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أيها الأحبة الكرام كنا وإياكم مع النقل المباشر لصلاة العشاء والترويح من مسجد الحسن الثاني الإمامة والتشفيع كانت لفضيله الشيخ المقرئ عمر القزابري ونواصل ايها الاحبه الكرام هذه اللقاءات الربانيه الايمانيه في ليالي رمضان مع القران الكريم ومع الذكر الحكيم وارحب بكم الى حلقه هذا اليوم في هذه الليله المباركه نتحدث فيها عن ايات الصيام التي نزلت على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكما تعلمون كان القران الكريم ينزل على قلب سيدنا محمد حسب الوقائع والاحداث. وفي السنه الثانيه من الهجره لما هاجر من مكه المكرمه الى المدينه المنوره وقد فرضت فرضيه فريضه الصلاه وغيرها من الاحكام اراد ربنا عز وجل ان يرفع عباده مقاما عليا ففرض علينا صيام رمضان كان في السنه الثانيه من الهجره قبل ان يقبل هذا الشهر الفضيل نزلت ايات بينات من سوره البقره انزلها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين في مثل هذا اليوم الأغر المبارك في هذا الشهر الفضيل شهر الصيام وشهر القيام وشهر الذكر الحكيم أدعوكم أيها الأحبة الكرام أن نقرأ وإياكم سورة ال أو آيات الصيام من سورة البقرة هذه الآيات البينات العطرة التي نزلت على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها مجمل احكام الصيام جميع احكام الشريعه الفقهيه كلها جاءت في هذه الايات بدءا من الايه 183 من سوره البقره الى الايه 188 ادعوكم جميعا ايها الاحبه الكرام لمن كان بامكانه ان يتابع معنا ياخذ مصحفه الشريف من الايات البينات من سوره البقره 183 الى 188 نقرا مباشره من كتاب الله تعالى لنتعرف عن احكام الصيام الشرعيه يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبلوا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اثم الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون الى اخر الايات البينات من هذه السوره المباركه من سوره البقره هذه الايات ايها الاحبه الكرام ربنا سبحانه وتعالى اجمل فيها كل الاحكام الفقهيه المرتبطه بالصيام وبرمضان وهي قد نزلت في السنه الثانيه من الهجره لما فرضت هذه الشريعه الربانيه التعبديه رمضان. في البدء ربنا يقول يا ايها الذين امنوا لاحظوا ايها الاحبه الكرام الخطاب القراني اما ان تسمع يا ايها الناس واما ان تسمع يا ايها الذين امنوا. اذا سمعنا يا ايها الناس هذا خطاب عالمي. لكل البشر للمتدينين وغير المتدينين للمسلمين وغير المسلمين مثلا يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هذا خطاب عالمي لكل البشر لكن حينما يقول يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب خاص لأهل الإيمان ولأهل اليقين ربنا يخاطبنا باصول وفروع الشريعه ومنها الصيام. "يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات". يخبرنا المولى عز وجل بانه قد فرض على هذه الامه الاسلاميه المحمديه فرض عليها صيام رمضان. كما فرضه على سابق الامم والاجيال التي كانت قبلنا لان هذا الصيام هو من الشرائع التي فيها مصلحه للخلق في كل زمان وكل مكان فاليهود عندهم صيام والنصارى عندهم صيام واتباع الديانه الابراهيميه عندهم صيام وكل الانبياء والمرسلين الذين جاءوا في احقاب مختلفه من التاريخ ربنا فرض عليهم وعلى اقوامهم صيام كما كتب على الذين من قبلكم وهذا فيه تنشيط لهذه الامه بانهم عليهم ان يتنافسوا في العمل الصالح كما تنافست الامم السابقه فالامم السابقه كانت تتنافس في العمل الصالح وانتم ايتها الامه الاسلاميه ايتها الامه المحمديه يا خير امه اخرجت للناس عليكم ان تتنافسوا كما تنافس من قبلكم عليكم ان تسارعوا الى صالح الاعمال لكي تسبقوا بقيه الامم فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نحن الاخرون السابقون يوم القيامه ثم ذكر ربنا عز وجل الحكمه من هذا الصيام لماذا نصوم النهار ونقوم الليل ونقرا القران ونفعل الصالحات لماذا كل هذه الاعمال لعلكم تتقون انه يخبرنا بالحكمه في مشروعيه الصيام هي تحصيل التقوى والتقوى هي امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه فالصائم لما يصوم يترك ما حرم الله عليه من الاكل والشرب والجماع ونحوها وكل ما تميل اليه نفسه يترك كل هذا تقربا الى الله راجيا بترك هذه الامور الثواب والاجر والاحسان من الخالق الصائم حينما يصوم يدرب نفسه على مراقبه الله فهو يستشعر ان الله ينظر اليه ويسمعه وهو معه وهكذا يتكون عنده الشعور بالاخلاص الصائم لما يصوم يضيق مجاري الشيطان في نفسه لان ابليس يجري من ادم مجرى الدم وبالتالي لن يكون لابليس على بني ادم سلطان وايضا لما يصوم العبد المؤمن فإنه يذوق ألم الجوع وبالتالي يشعر بمواساة الفقراء والمحتاجين وكل هذه الأمور تعطيه التقوى التقوى هي أن الإنسان يصير قريبا من ربه أنه يمتثل الأوامر دون مشقة يعبد الله دون دافع لأنه تلقائيا بالفطرة وأنه يبتعد عن المحرمات من غير مشقة تبدو له المحرمات نتنة أو ساخ في حين أن الطاعات تبدو إليه تبدو له أنها خيرات وبركات وبذلك يكون قد حصل نور التقوى ثم قال ربنا عز وجل بعد ذلك لعلكم تتقون أياما معدودات أخبرنا عز وجل بأن هذه الأيام التي سوف تصومونها يا عباد الله هي أيام قليلة جدا في غاية السهولة بعكس الاديان السابقه كانوا يصومون كثير كان هناك اليهود مثلا يصومون 45 يوما النصارى اكثر من 50 يوم الهندوس منهم من يصوم شهور متتاليات وغيرهم حتى الملحدون يصومون يسمونه اضراب عن الطعام لايام مفتوحه فالكل يصوم وانتم يا اهل لا اله الا الله يا اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم صيامكم بسيط وسهل في غايه السهوله اياما معدودات تستطيعون بكل بساطه ان تصوموها. فعلا الصيام في بدء الامر كان من كل شهر ثلاث ايام. في اول الاسلام كان الصيام من كل شهر ثلاث ايام. كان المسلمون يصومون الايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. لكن نسخ ذلك فصار الفرض هو شهر رمضان. وبقيت ثلاثه ايام من الشهر هي من باب الفضائل الله تعالى يعلم بان البشر ليس كلهم اقوياء يستطيعون الصيام يعلم جل جلاله ان هناك الضعفاء وهناك المرضى وهناك المسافرين وغيرهم لهذا قال جل جلاله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر كل من كان المريض الذي عنده مرض شديد لا يستطيع معه الصيام وكذلك المسافر الذي يسافر مسافه القصر ويشعر بمشقه وتعب كل هؤلاء لا يصومون وانما قال لهم ربنا عز وجل فعده من ايام اخر يعني بعد ان تقضي ايام رمضان عليك القضاء وتصوم الايام التي في ذمتك ثم قال بعدها سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. أي أن الذين لا يستطيعون الصيام هؤلاء مدى ما حكمهم؟ إما الشيخ الكبير والمرأة العجوز والذي عنده مرض لا يرجى برؤه كل هؤلاء لا يصومون كما قالوا على الذين يطيقونه يعني يطيقونه بمشقة زائدة. هو قد يصوم ولكنه يتعب. الطبيب يقول له لا تصم إن, إن صمت فإن سيحصل لك مضاعفات في جسدك وتزداد مرضا هؤلاء ربنا لم يكلفهم فقال لهم فدية طعام مساكين يعني أنك تقوم بإخراج الفدية إطعام المسكين الضعيف تطعمه عن كل يوم وجبة إطعام ولا يبقى في ذمتك شيء فهذا كله عبادة وطاعة للرحمن ثم قال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. فالله تعالى يعلم بان الفضل كل الفضل هو في الصيام. لان الصيام هو هو فيه شفاء وفيه رحمه وفيه بركه. ربنا سبحانه وتعالى بدا يدرب عباده باسهل الطرق. في الاول خيرهم بين الصوم وبين الفديه. والإطعام ثم قال وأن تصوموا خير لكم الصيام هو لمن يستطيعه كان أفضل وطبعا الذي يتكلفه بدون مشقة أما من يتكلفه بمشقة غير محتملة كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الصحيح والمريض الذي لا يرجى برؤه فهذا فدية عن كل يوم إطعام مسكين بعدها مباشرة قال ربنا عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اخبرنا ربنا عز وجل بان القران العظيم انما نزل في هذا الشهر الفضيل فهذا الشهر مفضل ومكرم لان فيه انزل الله تعالى القران الخاتم على قلب نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والجدير بالذكر ان كل الكتب المقدسه انما نزلت في رمضان، جميع الكتب السماويه نزلت في شهر رمضان، هذا شهر معظم عند الرحمن حتى في الاديان الاخرى وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انزلت صحف ابراهيم في اول ليله من رمضان وانزلت التوراه التي على قلب سيدنا موسى لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل الذي أنزل على سيدنا عيسى لثلاثة عشر خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان فكل الكتب المقدسة صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والقرآن كلهم نزلوا في رمضان ويحكي لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال نزل القرآن الكريم في شهر رمضان في ليله القدر الى هذه السماء الدنيا جمله واحده وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمونه به الا جاءهم الله بجوابه لذلك قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا فالقران الكريم نزل منجما على قلب النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا مدح لكتاب الله تعالى هذا الكتاب الذي انزله الله تعالى هدى لقلوب المؤمنين كل من امن به وصدقه واتبعه فهو فيه هدايات وبينات هدى للناس وبينات ما معنى بينات؟ اي دلائل وحجج بينه واضحه جليه كل من اراد ان يتعرف عن الحق فلينظر الى الى بينه القران فانها دلائل وحجج واضحه وجليه وكل ما فيها من الهدى منافي الضلال وفيه الرشد المخالف للغي في القران الكريم التفريق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الحلال والحرام. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هنا ربنا يقرر فضيلة هذا الشهر الفضيل، والحكمة في تخصيصه وذكره عن بقية الشهور السنوية. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أي من 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 رأى منكم هلال رمضان فعليه ان يصومه شهيدا قيل المشاهده تكون بالعين المجرده وليس بالحساب الفلكي فاذا راى المؤمن القادر الصحيح الحاضر راى بان هناك يظهر هلال رمضان عليه ان يصوم ومن ثم فالمسلمون اذا راهم شخص واحد عدل فيلزم جميع المؤمنين الى ان قال تعالى ومن كان ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى اي ان الذين جاءهم رمضان وكانوا على سفر هناك من يسافر دوما وابدا وهناك من يسافر بين الفين والاخرى كل هؤلاء السفر مضنه المشقه ايام زمان كان السفر يكون بالدواب او على الجمال والخيول والبغال او على الاقدام كان مشقه اليوم السفر قد يكون على متن سيارات او شاحنات او طائرات ومع ذلك فانها صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالانسان في في السفر في رمضان هو مخير بين ان يصوم وبين ان يفطر هي رخصه ربنا اعطاها له. ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. يعني بعد ان تنتهي ايام رمضان عليه ان يقضي الايام التي اكل فيها. إلى ان قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يعني كل هذه الاشياء ربنا سبحانه وتعالى يسرها احكام الشريعه جعلها ميسره جعلها مقدور عليها كل الطرق المؤصله الى رضوان الله ربنا يسرها وسهلها حتى يتمكن المؤمنون والمؤمنات للسير الى الى مرضات الله وسيدنا النبي كان يوصي بذلك يقول يسروا ولا تعسروا سكنوا ولا تنفروا بشروا ولا تنفروا هكذا كان يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الى ان قال ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذه الآيات فيها الكثير من التفاصيل في الأحكام الشرعية وفيها الكثير من الآيات المرتبطة بالأحكام الرخص والتخفيفات لما قال ولتكملوا العدة يعني أن الإنسان عليه أن يستمر في الصيام طيلة شهر رمضان حتى يستكمل 29 يوما فإذا هم عليكم فأكملوا العدة 30 ينبغي أن تبقى هكذا في الصيام إلى أن تروا رؤية هلال شوال اذا رايتم هلال شوال هنا نبدا في التكبير كما قال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فحينما نرى هلال شوال باذن الله تعالى مطالبين بان نرفع اصواتنا في التكبير فقد كان سلفنا الصالح يرددون الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذا معنى قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تكبر الله وانت فرح مسرور ان شاء الله سوف نكبر جميعا باذن الله الواحد الاحد لما نستكمل عده احكام ايام رمضان وعندما نرى هلال شوال تكون فرحه عظيمه للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه يوم لقاء ربه وبعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ هذه الايات المتعلقه بفتح ابواب السماء لتلقي الدعاء واستجابته جاءت في ايات الصيام هذا السياق يعني بان الله تعالى في رمضان نظرا لهذا الجو الايماني وهذا الجو الرباني الناس يصومون النهار ويقومون الليل ويقرؤون القران والمساجد ممتلئة بالمصلين وأهل الخير يتنافسون في العطاء كل هذه الأجواء ربنا يرضى على العباد ويباهي بهم الملائكة في السماء وقد أمر الجنة فتحت أبوابها وأمر النار فأغلقت أبوابها وصفدت الشياطين ومرضت الجن وربنا ينادي منادي من قبل الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر هنا ربنا عز وجل يرضى على العباد يرضى عليهم ويعتق الرقاب كل ليله ربنا يعتق الاف من الرقاب سبق ان كتب عليهم النار الله يعتق رقاب عباده المؤمنين اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا واحبابنا من النار يا ربي يا كريم هنا ربنا قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب بمعنى اللحظه في هذه الاجواء الدعاء مستجاب ادعو بما شئت وسوف يعطيك المولى ما تريد هذه الايه هي جواب عن سؤال فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من طرف بعض اصحابه فقالوا له يا رسول الله ربنا اقريب فنناجيه ام بعيد فنناديه فنزل قوله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب الله تعالى هو قريب من العباد وهو شهيد ورقيب ومطلع على السر واخفى ربنا على كل شيء قدير وهو يجيب من دعاه يقول ابو موسى الاشعري كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات فجعلنا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا الا رفعنا أصواتنا بالتكبير في كل طريقهم إما مرتفع إما منخفض إلا ويرفعون أصواتهم بالتكبير فدن منا النبي الكريم وقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فعلمنا هذا الأدب في الدعاء أننا لا نرفع أصواتنا كما كان يفعل الصحابه في اول الامر يرفعون اصواتهم بالتكبير ويناجونه بصوت جهوري فقال ايها الناس اربعوا ربكم سبحانه وتعالى سميع بصير لا تدعون اصم ولا غائبا واذا سالك عبادي عني فاني قريب الله قريب منا كل واحد من الله قريب ناجيه في, في نفسك ناجيه بصوتك قريب منك اجيب دعوه الداعي اذا دعان اذا دعوت اي دعاء سوف يجيبك ربك عز وجل فقط أنت آمن به واستجب لدعوته الدعاء نوعان هناك دعاء عبادة وهناك دعاء مسألة فهناك دعاء العبادة هو أن الناس يدعون الله تعالى يا رحمن يا رحيم يا ودود يشيدون بالله ويثنون عليه والدعاء المسألة يقول يا ربي إني مريض فاشفني إني فقير فاغنني إني مهزوم فانصرني حتى القرب لما قال ربنا سبحانه وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب القرب نوعان هناك القرب يكون بعلم الله تعالى من كل خلقه هذا للجميع الله قريب من كل الخلق حتى الغير المتدينين الله قريب منهم يعلم ما يفعلون ولكن هناك قرب خاص من العابدين الداعين الراغبين في في الاجابه والمعونه هذا قرب خاص، ربنا يكون قريب من العباد الذين يتدللون اليه. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع، ربنا يعطيه ما يشاء. لأنه سميع قريب مجيب. وكذلك أيها الأحبة الكرام، قال بعده تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي إذا استجاب العباد لأمر الله تعالى وامتثلوا جميع الاحكام الشرعيه وامنوا به بصدق فان هذا يحصل لنا الرشد لما تسلم امرك الى الله لما تؤمن بما في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وتعمل بمقتضاهما ما الذي يحدث لك؟ انك تصير من الراشدين ربنا يفتح لك فتوح العارفين به العارفون بالله يرقيك في في منازل الصالحين فتصير من الراشدين يحصل لك الرشد الذي هو الهداية للإيمان والهداية للأعمال الصالحة يزول عنك الغي المنافي للإيمان ربنا يعطيك اليقين يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعطيك الله العلم اللدني الذي تفرق به بين الحق والباطل والخير والشر فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ثم بعد ذلك قال الله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تبشرهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون هذه الايات جاءت في احكام النساء العلاقه بين الازواج والزوجات في ليالي رمضان سبب النزول كما ذكر كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان الناس في رمضان اذا صام الرجل فامسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد الإنسان إذا أكل إذا جاء غروب الشمس ثم أكل طعامه وشربه وأراد أن ينام مجرد أن ينام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى الغد ليس من حقه أن يستيقظ فيأكل أو يشرب ولا أن يمس زوجته. وسيدنا عمر بن الخطاب كان عند النبي الكريم وقد سمر عنده سيدنا عمر بقي في سمر مع النبي الكريم في ليالي رمضان كما يسمر الناس عاده جلس عنده ويتكلمان في مصالح المسلمين ولما رجع سيدنا عمر اراد ان ان يعاشر زوجته فقالت له لقد نمت انا نمت لا يحل لك ان تلمسني فقال لها انت لم تنامي وانما انت تتمنعين فوقع عليها سيدنا عمر وبدات المراه تشتكي نفس المشكل وقع لسيدنا كعب ابن مالك هو الاخر ايضا لما كان متاخر في الليل رجع بعد منتصف الليل واراد ان يعاشر زوجته وقد اكلت وشربت ثم نامت قالت انا نمت ما لا يحق لك فقال ايضا انت تتمنعين فوقع عليها ولكن في الغد شعر بالحرج الشديد فشكى الى النبي الكريم ذلك في الصباح يا رسول الله لقد وقع لي كذا وكذا وانا اشعر بحرج فنزل قول الله تعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن الله تعالى قال يا عباد الله من قبل كان ممنوع الان لان الاسلام هو دين رحمه والتشريع ياتي متدرج ليربي الناس على العباده والامتثال قال احل لكم الليله في مع الليل الانسان اذا اراد ان يعاشر زوجته معاشره كامله فلا حرج عليه في ذلك هن لباس لكم وانتم لباس لهن لان المراه بالنسبه للرجل هي لباس وبالنسبه للرجل بالنسبه للمراه هو لباس يعني ستر وغطاء وهذا تصوير فني من القران العظيم يبين ان العلاقه الزوجيه مبنيه على المحبه والموده والطهر علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ربنا اخبر ليس وحدك يا عمر يا ابن الخطاب الذي وقعت في هذا الحرج ولست انت وحدك يا كعب بن مالك وانما مجمل المؤمنين والمؤمنات شعروا بهذا الحكم في حرج فربنا اراد ان يخفف على الجميع فنسخ هذا الحكم. علم انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرهم الان باشروهن فصار الرجال يباشرون زوجاتهم حتى طلوع الفجر، صار مباحا وهذا من الخاصيه التي اعطاها الله للامه الاسلاميه لان في الاديان الاخرى كانت هناك مشقه، كانت دائره التحريم واسعه جدا ودائره الحلال ضيقه فوقع على الاديان السابقه حرج بسبب معاملتهم. اما الامه الاسلاميه فربنا عز وجل شرع الاحكام بسيطه جدا وسهله وميسره. قال فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني لكم ان تفعلوا ما تشاءوا فاول فرض صيام كان يحرم ذلك في هذا الوقت ولكن الان صار سهلا الله وسع عليكم الآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله لكم أن تطأوا أزواجكن من قبل كان فقط قبلة أو لمسة لكن فيما بعد قال قبلة ولمسة وحتى وطء كل ذلك مباح إلى أن قال وابتغوا ما كتب الله لكم أي أنو في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله ليس المقصود الأعظم من الوطع هو حصول فقط المتعه وانما الغايه منه هو الاعفاف وحصول الذريه وتكتشف جلال الله وعظمه الله وخلق الله تعالى الى ان قال سبحانه وتعالى فيما بعد قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل. الله تعالى جعل هذا الـ هذا الـ الطعام والشراب يكون اليوم بكامل الليل بكامله يعني الليل كله منذ غروب الشمس الى شروقها الى الفجر الى الفجر كله هذا فيه طعام وشراب وجماع يعني وقت طويل وقت طويل جدا احيانا يكون ربما نصف النهار 12 ساعه صيام 12 ساعة إفطار يعني ميسر جدا للغاية وهذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود هذا ما يسمى بالتصوير الفني بالمجاز في القرآن الكريم تصوير فني لمعرفة التوقيت وإن كان بعض يفهمها ظاهريا كما وقع للصحابي الجليل عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال عمدت إلى عقالين خيطين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتي كان مع الزوجة ديالو ودار تحت المخدة جوج خيوطة واحد أبيض واحد أسود وجعل ينظر إليهما ما ديك الساعة المكانة ما, ما كانش التوقيت كيشوف كيشوف من الأشعة واش كيبانوا واش كيتميز الخيط الابيض على الخيط الاسود الى الى تبين راه الفجر ما تبينش راه باقي مازال عنده الليل وبقي هكذا في الصباح اخبر النبي الكريم بذلك فقال يا عدي ان وسادك اذا لعريض انما ذلك بياض النهار وسواد الليل وليس الخيوط الخيط ليس دير واحد الخيط ديال الصوف وتعرف واش هذا اسود وانما انظر الى السماء انظر الى الشفق والغسق وسيتبين لك بياض النهار وسواد الليل العلماء قالوا من هذه الايه يستحب السحور لان فيها تاخير ان الانسان يتاخر في لكي يدرك الفجر ولكي يتسحر والسحور بركه وفصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب أك اكله السحر اليهود ما عندهم سحر يصومون ولكنهم يتوقفون عند منتصف الليل وكذلك النصارى يصومون يتوقفون عند منتصف الليل نحن المسلمين ربنا سبحانه وتعالى اعطانا رخصه ناكل اكله السحر فتسحروا ففي السحور بركه هذا من سمات المؤمنين والمؤمنات ثم بعد ذلك ربنا عز وجل رجع فقال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. سيختم الله هذه الايات ايات الصيام بالاشاره اشاره خفيه وجميله وهي ان هناك الـ الـ الاعتكاف يعني لما تصوم هناك ايام فيها الاعتكاف ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد وهذا فيه مشروعيه الاعتكاف ان في العشر الاواخر من رمضان المؤمنون الصادقون يلزمون مساجد الله تعالى وينقطعون الى الرحمن ويعتكفون في في بيوت الله وفيها اشاره بان الاعتكاف لا يصح الا في المساجد لا يمكن ان نقول اعتكاف في البيت او في المحل التجاري لا الاعتكاف يكون في بيت الله في المساجد وانتم عاكفون في المساجد ومن ثم ذكر العلماء الكثير من الاحكام الشرعيه المرتبطه بسنه الاعتكاف التي لا تكون إلا في رمضان ويكون فيها تلاوة القرآن وسيدنا النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى وفي السنة الأخيرة اعتكف عشرين يوما إلى أن قال ربنا في الختام تلك حدود الله يعني تلك يعني هذه المذكورات تحريم الطعام والشراب والجماع ونحوه من المفترات وتحريم الفطر على غير المعذور وتحريم الوطأ على المعتكف وغيرها تلك حدود الله هذه كلها ربنا وضع لها حدودا ونهانا عنها فلا تقربوها اياكم اياكم ان تفعلوها لان الاقتراب منها يفضي الى الحرم لان مجرد الاقتراب سوف يدفعك ابليس ونفسك الى ان تقع فيها ولهذا ربنا عز وجل قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ما تقربش لها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون يعني كل هذا البيان وهذا التوضيح الغاية منه هو التقوى كما بدأ في أول الآيات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون ختمها بقوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون فهذه هي باختصار شديد ايها الاحبه الكرام هي ايات الصيام في كتاب الله جل جلاله وايات الاحكام المتعلقه بصوم رمضان ذكرناها لكم وقربناها اليكم مباشره من كتاب الله تعالى وهنا غيجوا الفقهاء فيما بعد غياخذوا هذه الايات القرانيه ويضيفون عليها الاحاديث النبويه الشريفه وهي كثيره جدا من الصحاح من صحيح البخاري وصحيح مسلم ومن كتب الأحكام كتب النسائي والترمذي وابن ماجة والدار قطني وغيرهم مجموعة مصنفات حديثية أضافوا الآيات القرآنية على أحاديث السنة النبوية وخرجوا بأحكام فقهية كل واحد عنده رأي فقهي يتميز عن الآخر فيه تنافس في الخيرات فجاء المذهب المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي وجاءت مذاهب اخرى كثيره كثيره جدا لم تذكر في التاريخ كل هذا اجتهاد في فهم الدين وتقريبه من عباد الله المؤمنين كل ذلك ليرتقي الانسان في مدارج السالكين ليبلغ مقام اياك نعبد واياك نستعين اسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لصيام رمضان وقيام لياليه وتلاوه القران ولا اطيل عليكم ايها الاحباب الكرام اللحظه سوف نفتح خطوطنا الهاتفيه للتواصل معكم ارقامنا كالعاده 05 اثنين وعشرين ثمانية وثمانين صفر صفر ستين أو واحد وستين أو اثنين أو الرقم الهاتفي صفر خمسة اثنين وعشرين ستة أو 51 أو 52 مرحبا بكل المكالمات بأسئلتكم الفقهية بهمومكم اليومية بكل ما يتلجلج في قلوبكم وعقولكم وأنفسكم نحن هنا نعيش في رحاب الإيمان نتعاون فيما بيننا وإذا عجزنا رفعنا أكف الضراعة إلى الباري تعالى نلتمس منه العون والمدد والعطاء إنه سميع قريب مجيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نواصل ايها الاحبه الكرام هذا اللقاء المبارك يسعدنا ان نستقبل كل مكالماتكم وكنا في محاوله للاتصال باخينا مصطفى من سويره لكن ربما الرقم ديالو ما ما عدنا عندنا فهذه دعوه من اخينا مصطفى من سويره بالامس وعدناه اننا سوف نتصل به ليستكمل الحوار معنا رفقه مجموعه من الشباب والشابات ذوي الاحتياجات الخاصه مكفوفين ومكفوفات مرحبا بك اخي مصطفى كنحاولوا نتواصلوا معك ولكن الرقم مش لينا ولكن ان شاء الله سوف نحاول اذا كان ممكن التواصل معنا على الاقل باش ربما الرقم آه غير واضح بارك الله فيكم اجمعين وغنمشيو الى اول مكالمه من اقليم شمعية مع سيدي صالح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وكذا استاذي كل شيء بخير كل مزيان الله يحفظك ويرعاك سي صالح سيدي مبروك على شهر الغفران وشهر التوبه يا رب الحمد لله شكر لله كذا الحال كنشكرك استاذي بارك الله فيك اخويا صالح كنشكرك وشحال هذا ودوك انا فرحان من يشد الخط يا مرحبا كنطالبوا واحد الدعوه ديال الخير هذا كندير شيفور ديال ما نطولش عليك. أييه. ديال الحافله ديال المكفوفين. الله الله الله. اه انا عندي البرمي صغير هما منطقه بلاصه بثلاثه القدام وطالبوني يا سيدي في واحد البيرمي الكار ودفعت الدوسي ديالي. أييه. منها ودخل هاد الشيء تاع الوباء كورونا. أييه. دفعت شي طريف من الصرف والدوسي دابا باقي وكان طالب من سيد الحاج الله يكرمك والله يطول عمرك والله يزيد في المدى يا خويا وكرمك الله تعالى بهذا اللقاء ما الاحباب ما بارك الله فيك نسالي واحد الدعاء ديال الخير اييه والزياده ديالي 59 بارك الخير ما كاينش تا 67 عدد داروا الحاله المدنيه المرحومه رحمه الله عليهم الله يوسف عليهم الرحمات وانا شحال هذا وكرم نتصل بك على دعوه ديال الخير باش نزيد القدام او نتوخر اي سي الحاج مزيان خويا هذا مشروع جميل انك غدير حافلة خاصه بذوي الاحتياجات الخاصه انك توصلهم المكفوفين والمكفوفات وتكون في الخدمه ديالهم هذا عمل جليل وعدم عمل كبير ودابا انت كتسنى الرخصه هما هما الا سمحتي هو عطاتها ليهم الله ينصر سيدنا عطاتها لهم المبادره الوطنيه اييه خرجها لهم ومنها خرجت عيطوا علي انا وخا تحكاك حيت انا تانا واحد الجمعيه الاحمر والتراث والثقافه والتلمية اييه. أه صكت بهم قلت لهم أودينا انا فرحان بغيت نطوع نصوب بهاد الناس اصحاب أه القانون قال لك اودي الى دابا حنا ما ولاد بلاد ما غنديرو معاك والو وتكون شي مكاتب ولا كذا الحفات كاينه. اي نعم اي اخويا. باقي دير هاد الدراسه ديال الكار أيه. حيت دابا هاد الدير ما عندك عين تعود للبلايص ولتحت اه كان طلب الله تعالى وهاد السيد خلق الله واحد الدواء الخير والحمد لله في وجود البيبان اي باب ان شاء الله اخويا صالح ان شاء الله الله يسهل عليك كنشكرك سي صالح هذا 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 الشعور نبيل اللي غتقوم به الان الحمد لله طبعا في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه هذا مشروع ملكي سامي منذ الانطلاق يلوح حقق الكثير من النتائج الإيجابية ووصل إلى الغاية المرجوة والحمد لله ما مازال ننفخ روح جديدة في هذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لنا تعود بالنفع على الكثير من أبناء الوطن خصوصا في البوادي وضواحي المدن والأحياء الهامشية والجمعيات التي ترمي خدمة المجتمع سي صالح فعلا الكلام اللي قالوا لك المسؤولين هو جيه لان يعطوك واحد الرخصه لسياره اللي فيها تعدد المقاعد هذه هذه مسؤوليه مسؤوليه فيها ارواح الناس وهذا لا يمنع الحمد لله انت مازال باقي صغير السن ديالك مازال يؤهلك انك تعود تعلم وتاخذ بيرمي كبير ديال ديال الحديد الكبير باش ممكن تسوق امر هين عندنا دائما عندنا ما يسمى بالتكوين المستمر الانسان ما حدو عيش دائما عنده تكوين مستمر أنا هناك دكاترة كبار ومهندسين كبار أجلاء وأصحاب مقامات عالية ويؤمنون بالتكوين المستمر لأن المعلومات يعني بعد فترة وجيزة ركت كتموت وكتغير وكتبدل وكتصير رجعية قديمة لابد أن نجدد معلوماتنا خصوصا دابا الآن كنت كتسوق واحد الحديد قل من سعود البلايص دابا سوق حديد أكثر من 18 بلاصة أمر هين غاد تدوز ان شاء الله واحد التدريب وتاخد الشهاده وغتندمج في هذا العمل ورحم الله من نفع واستنفع انت غتنفع نفسك ان شاء الله تعالى تعويضات تكون عندك شويه مرتفعه تعاون بها راسك ووليداتك تنفع بها هؤلاء الشباب اللي هم مكفوفين ومكفوفات والدوله غترتاح ملي غتلقى واحد الشريحه من ابناء المجتمع آه كتشعر بالارتياح وحاجتها مقضيه آه كل شيء غينتفع فاسال الله تعالى اخي صالح ان يصلح لك الظاهر والباطن اسال الله تعالى ان ييسر لك كل عسير واسال الله تعالى ان يفتح لك الابواب المغلقه واسال الله تعالى ان يجعل في طريقك مسؤولين ديال الدوله كبار فيهم رحمه وفيهم اناه وفيهم اريحيه يقدمون لك المساعده ويقدمون لك الخدمه حتى تصل الى الغايه المرجوه اللهم امين اللهم امين يا ربي يا كريم نتحول من شمعية الى اقليم الريصاني، معنا لالا مريم. السلام عليكم الحاج الطيب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيداير لاباس عليك؟ الله يحفظك ويرعاك لله الله يفرحك يا طيب الله يسهل عليك، كيداير لاباس عليك، عواشركم مبروكة. يدخل عليك ربي بالرحمة والمغفرة والرضوان وجميع المسلمين. يا ربي آمين، الله يسهل عليك ويخلي لك ديالك يا ربي ويرحم الوالدة ديالك ويرحم جميع المسلمين. آمين يا رحمن. الله يسهل عليك انا بغيت نعاود واحد الامور حيرتني بزاف ايها بنتي لا وينات شحال هادي وجعوني كان ايه يوم سميتو ولا كاين لي والو باش نمشي لراسي وهذا والو الله اكبر وعندي الاخت ديالي مسكينه ما كتشوفش كنت, شوفش كنت كان قابلها وكنت مع الوالده ديالي نعسها في السبيطار وهذا صافي والعوينات صافي ما عرفتش كيفاش صرا الوالده ديالي بشهرين والعوينات دار بحال اللي توقف بحال شوف كنشوف بهم الضو والشمس هكذا وانا غدا في الزنقه ولا كاين باش نمشي لراسي ولا يبانوا لي الصوره توضح والو الله 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 وشحال هذه عيت عليك وقلت لي غادي تعوضوني عليا وتواصل معك على حساب الرقيه وهذا وتسميتك والو راه عام هذا باش عيت عليك لا هي اسمحي لي يا بنتي مريم لا اله الا الله الله يسهل عليك الحال الطيب الله يسهل عليك لما تثق معنا ودير لي شي دعاء ديال الخير وقول المستمعين كاملين يقولوا امين يا رب يا رب انني نتمنى ان بقيت غير انا والاخت ديالي تامه وكنتمنى انو غير وحده نبقى غير عزها بعدا ونمشيو هكذا ما نبقاوش هكذا بجوج في الدار يعني الحاله ديالنا ما نقدرش نوصل لك الحال الطيب مريم شحال بنت العمر ديالك شحال العمر شحال العمر ديالك بنتي مريم في عمر 26 بقى شابه صغيره الله والطبيب اش قال لك واش هذا واش مرض وراثي ولا غير مرض طارئ؟ لا ما هما الاطباء ما عرفوش كيقول لي الطيط الباطني من كندوز في الطيط الباطني كيقول لي ما عندك حتى حاجه لا اله الا الله عييت في الاطباء عييت بزاف ولحد الان دابا عاودت مشيت هكا في الرشيديه دوزت عطاني يعني ما كيعطيوكش شي سبب ديريه كاع لا اله الا الله كان ديري العمليه صافي بقاو مساكن الناس كيقولوا لي غير ما تسخريش حنا نوقفوا معاك ما تقوليش بهذا وهذا ولا كاين صافي منين الطبيب في الرباط كان بغا يديرها في الطال صافي عاود قال لك صافي ما نديرهاش هي هذا المهم ما كيعطيوش سبب علاش ما يديروش العمليه ولا شي حاجه ما ما حاجه ما تيوضحوها لا اله الا الله لا اله الا الله بنتي ولا حيره عافاك الطيب لما تتواصل معايا غير شي رقيه من عندك الله يفرحك والله يفرحك بنتي, بنتي مريم يا ربي باذن الله يا ربي باذن الله بنتي مريم انا من الرقم ديالي عندك ولا كان شي وشي واحد اللي غير ي... يعني اللي يوصل هكا ولا يعني يشرني شي حاجه اللي غادا نديرها لان قلت لك باقي كنشوف الضو عادي نشوف الضو ديال التليفون ولكن الصوره المحيه بحال التليفون اللي كتمشي له هكذا لا يا يا بنتي اه لا اله الا الله الله يشافيك ويعافيك يا بنتي مريم. يا ديالي بغات تواصل معك وخ... اللي بنتي. الله يفرحك يا الله يا مرحبا يا مرحبا. توقف معنا ودير لنا شي دعاء ديال الخير ودعاء الخوت يا ربي والكواساسي والجميع الله يفرحك بوليداتك يا رحمن يا رحيم. الصحة ديالك وراك نور علينا صح. الله يحفظك لاله. تندعيو لا. معك والله الا دايما تندعيو معك انا الله يحفظك يا بنتي. تنقول الله يعمر ربي يحفظنا هذا الراجل اللي قدوة لنا الصراحة الله يفرحك. بارك الله فيك يا بنتي اعزك الله بنتي. لا إله ها هي إلا الاخت ديالي معك الحس. واخا لا واخا مرحبا. مرحبا. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. سيدي طيب قريبا كذا يا لاباس عليك. الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. الله يقف معك ويعطيك اللي بغي في خاطرك راني ما كنشوفش بالبصر ديالي وختي مسكينه هي اللي كانت معايا وكل شيء الله يوقف معك ويعطيك اللي بغي في خاطرك. معانا وكل شيء. يا ربي باذن الله. راه الله يسهل عليك راني كنت كان الحمد لله كنقرا تقريبا نكمل السكه ديالي ومشى البصار البصر وكل شيء الحمد لله على كل شيء الله يسهل عليك يا ربي لاله الله يشافيكم جميعا يا رب يا رب يشافيكم مولانا عز وجل الله يشفيكم ويعافيكم يا رحمن يا رحيم باذن الله نطلب الناس معنا جميعا يدعي واحد دعوة ديال الخير وكنقولوا ايها الاحباب الكرام الله يرحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفانا الانسان ضعيف راه النعم ديال الله تعالى حنا كنتقلبوا فيها نعمة السمع نعمة البصر نعمة العقل نعمة الطعام نعمة النوم نعمة نعم كثيرة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وربك سبحانه وتعالى إذا شاء أن يزيل عنك نعمة من النعم كتشعر يفعل سبحانه وتعالى في أقل من جزء من ثانية إنه قدير على كل شيء لكنه رحيم بالعباد ولا شك بأن المؤمن هو مصاب المؤمن مصاب إذا أحب الله عبدا نال منه وأكبر النيل هو من البصر الصلحاء يقول لك أي نيل يدير لك الله تعالى راه مقدور عليه إلا أن ينال منك في العقيدة أصعب بلاء هو أن ينال الله منك في العقيدة أنه يتركك لحالك فتأتيك الشياطين وتصبح عندك الشكوك وعندك الوساوس وقد تظن بالله الظنون ولا تمتثل لأوامر الله وقد لا تصوم ولا تصلي وقد تنتقد أحكام الشريعة هذا أكبر بلاء وأسوأ بلاء أن يبتليك الله في في العقيدة ما دام العقيدة ديالك سليمة تؤمن بأن الله تعالى موجود وأنه سبحانه وتعالى رحيم بالعباد وأنه يفعل ما يشاء فأنت في سلام وبقية الابتلاءات صغيرة جدا لكن أشد الابتلاءات وهو البصر نعمة عظيمة من بها الله علينا كان نقول للأخت مريم تاوس والسادة المستمعين ملي اللي كان هذا المرض كان قصده الطب لأن الطب ربي هو اللي وضعه ربي وضع الداء ووضع لكل داء دواء والطب متطور في هذا الجانب المتعلق بالبصر لكن أحيانا كنلقاو حالات غريبة حالات غريبة حتى الطب يقف أمامها عاجزا لأن الطب هو بشري ويتطور باستمرار وقد يصادف اشياء تبدو له جد صعبه وجد معقده. في هذه الحاله نلجا فعلا الى الرقيه. ما هي الرقيه؟ الرقيه هي عباره عن مناجاه للبارزه عز وجل. الرقيه نريد ان نرتقي من مقام الى مقام اعلى ونتوسل الى الله بكلامه. من الامور التي ذكرها الصالح الصلحاء في مجال علاج العيون وتقويه النظر أن الإنسان يقرأ في كتاب الله في صفحة القرآن. الخد لك نقول وصية للأخت مريم ولكل من يسمعني الآن من ذوي ضعاف البصر إقرأ من المصحف إقرأ من صفحة القرآن لا تقرأ من حفظك لماذا؟ لأن المصحف الشريف مجرد أن تمسكه بيدك راه واحد الرحمة نورانية واحد تيار كهرومغناطيسي يمر من يدك إلى بقية جسمك رحمة الله تعالى. ولما تنظر الى صفحه القران تنظر تقرا من الصفحه الصفحه تتجلى عليك بانوارها كاتك الله بهاء الوجه كاتك الله قوه السمع، قوه البصر و... واقرا بصوت مرتفع يعطيك الله تعالى حلاوه الصوت هذه كلها عطاءات نستمدها من صفحه القران خصوصا نقرا سوره النور لان كل سوره هي فيها اسرار ربانيه، القران كله اسرار وكل سورة لها معاني ودلالات عميقة فمثلا سورة النور تعطي نور الإيمان ونور اليقين ونور الوجه وتعطي أيضا نور 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 البصر شحال ديال الصلحاء في التاريخ كانوا ضعاف البصر وقرأوا هذه السورة وربنا بارك لهم فيها خصوصا الآيات المتعلقة بالله نور السماوات والأرض يعني الآيات 35 35 من سورة النور هذه الآيات عظيمه ومباركه آه يعني هي آيه واحده هي آيه واحده الآيه 35 ولكنها طويله. هذه الآيه بعض العلماء قال لك آه ممكن أن تقرأها على الماء وتشرب ذلك الماء أو تغسل به عيناك وربك يجيب الشفاء. هذه فرصه نقول للسادة المستمعين نقرأوا هذه الصوره هذه وكذلك الآيه 22 من سورة قاف. الآية 22 من سورة قف فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هذه ينصح أن تقرأ مع الصلاة على رسول الله كتقولها وكتصلي على النبي قيل بعض الصلحاء قال لك سبعة مرات رقم سبعة فيه فيه نور وفيه بركة وفيه رحمة سبعة أيام وسبع سماوات وسبعة أبحر والطواف حول البيت سبع والسعي بين الصفا والمروة سبع ورمي الجمرات سبع وسبعة أيام الكثير من رقم سبعة فهذه فرصة أن نطلب من من السادة المستمعين اللي معنا ياخذوا واحد الإناء ديال الماء ونقراوا هذه البركة ونديروا النية كلام الله هذه رقية هكذا هي الرقية الرقية ما هي؟ هي تستعين بكلام الله وكتقراه باليقين وممكن أن تستعمل الماء لأن الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي وربي غادي يشافي أنا غندير الطريقة هذه وبغيت الأحباب الكرام يسمعوها ويحاولوا يديروها مرارا في بيوتهم وإن شاء الله تعالى سوف يعطيكم الله تعالى نور الوجه ونور البصر ونور البصيرة ونور الحياة بكاملها فضلا من الله وإكراما إذا نقرأوا جميعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من غمزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض, نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور 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 يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم يا رب العالمين يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا من قال وقوله الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان اللهم ببركة هذه الآيات من كتابك العزيز من سورة النور وسورة قاف يا ربي شافي أختنا مريم وشقيقتها وشاف كل مريض منا وكل سقيم منا اللهم يا رب هذا هذا جهدنا هذه قدرتنا والقدره لك انت الصانع ونحن صنعتك يا رب توسلنا اليك يا ربنا بكتابك العزيز توسلنا اليك يا ربنا بالصلاه والسلام على الشفيع سيدنا محمد بن عبد الله حبيبك ومصطفاك توسلنا اليك يا ربنا بكلامك وكتابك اللهم يا رب هذا ضعفنا ماد بين يديك يا رب إننا لا نقدر على شيء وكل ما نقدر عليه أن نرفع أكف الضراعة إليك نطمع يا رب في رحمتك نطمع يا رب في جودك نطمع يا رب في كرمك يا رب إن عبادا لك أصابهم ما أصابهم من ضعف البصر وضعف البصيرة وأنت القوي وأنت الحكيم وأنت الجليل وأنت الرحمن وأنت الودود يا ودود يا ودود يا من كتب على نفسه الرحمه يا رب ان عبادا لك ضعفت بصيرتهم وابصارهم وقلت حيلتهم وانت يا ربنا على كل شيء قدير امرك بين الكاف والنون اذا قضيت امرا انما تقول له كن فيكون اللهم يا رب فرج عنا وعنهم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم فرج عن عبادك المرضى اللهم فرج عن عبادك الضعفاء اللهم فرج عن عبادك المحتاجين يا رب إنك سميع قريب مجيب الدعوات سبحانك ما أعظم شانك يا من يرفع السماء بغير عمد سبحانك يا من يجعل الكوكب الأرضي يدور حول نفسه دون أن يسقط سبحانك يا من خلق الكواكب والنجوم تدور حولها دون أن تتصادم سبحانك يا من خلق هذا الكون الفسيح الذي لا حدود له ونحن مجرد ذره صغيره من هذا الكون ارحمنا يا رحيم ارحمنا برحمتك يا رب وقدرتك علينا فاننا لا نقدر على شيء وانت القادر اللهم بجاه النبي المصطفى عندك اللهم ببركه سيدنا محمد عندك اللهم يا رب بحق الانبياء والمرسلين عندك اللهم خذ بايدينا وشافينا وشافي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين قولوا احبابنا الكرام جميعا امين 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 يا اكرم الاكرمين ونتحول ايها الاحبه الكرام الى حد سولم معنا لاله السعيده او السعديه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته كثير لاباس عليك حياك الله بنتي بارك الله فيك الحمد لله يا مرحبا بغيت نحكي لك واحد القصه ديالي اللي عشتها ايها بنتي يعني ملي زاديت من كرش الام ديالي مرضاتش منها ثلاثه ايام ومن اللي حليت لقيت حدا عمي ومراته وكانوا كيأذوني هي وملي كنت صغيره كنت دا كنت دا كنت دائما كنرفع دا 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 كن راسي الى السماء وبحال كنشوف نور الله لا اله الا الله وكنت دائما كنطلب الله اني اريد أه ان اراه وارى الملائكه وقلت له بغيت يعني بغيت واحد النهار اني نشوفه ونشوف الملائكه وينزل عنده وينزلوا عندي ويهد 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 ويهدرو معايا الله 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 واحد النهار انا شفت عمر بن أبن 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 الخطاب وشويه أه شفت خرج الحد بالي ونزل عليه واحد النور من السماء ايه شويه كنحس ان شي حد شد قلبي بحال شدوه وحطوه في واحد المكان لا اله الا الله وكنشوف وكنحس ان قلبي بحال كيتخو علي الماء وكيتغسل سبحان الله كل واحد النهار كان فقط باش ندير القيام بين وكنحس ان السماء مفتوحه لا حيلا محلوله وبلا ما نشعر طلبت الله وقلت ليه قلت ليه يا ربي عذبني هنا في الدنيا ما تعذبنيش غدير يوم القيامه لا اله الا الله قلت لي انا غدي يوم القيامه بغيت بغيت نكون معاك وبغيت نكون مع النبي عليه الصلاه والسلام واحد نار نعس وشفت يوسف الصديق اييه سعديه أه انقطع الخط مع هذه السعديه من حد السوالم كنشكرك بنتي على هذه التوضيحات أه لان في البرنامج غير وارد تفسير الاحلام كل ما يتعلق بالرؤى والمنامات أه سيد المخرج كيعتذر منك كيعتذر منك بنتي أه لانه غير مسموح لنا في, في الرؤى والمنامات هي كثيره جدا عند الناس ولكن هذا الشيء اللي ذكرتي لاله السعديه في فوائد عظيمه وعظيمه جدا هذه كلها كتسمى الكرامات الكرامات لأن المعجزات هي انتهت مضت مع الأنبياء والمرسلين المعجزات هي الأمور الخارقة للعادة المقرونة بالتحدي نسمي المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يعني فوق يخالف السنن الكونية ولكن الغاية منه التحدي ربك يعطي الأنبياء باش يثبتوا أنهم صادقين وأنهم جاءوا بوحي من السماء هذه المعجزات انتهت مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبقيت الكرامات الكرامات هي للأولياء وللصلحاء وما أكثرهم في التاريخ وغادي يبقوا إلى قيام الساعة هذه الكرامات كتجي إما عبارة عن عن مكاشفات وإما عن رؤى منامية وإما كتجي عبارة عن عن خواطر ذهنية أن الإنسان كيفتح ليه الله تعالى واحد القناة بينه وبين العالم الغيبي الشيء اللي وقع لك السعدية أنت وقع عليك الله تعالى واحد الفتح رباني بين العالم المادي والعالم الغيبي العالم المادي هو عالم نراه بأبصارنا نسمعه بآذاننا نلمسه بأيدينا نشعر به بكل حواسنا هذا العالم المادي لكن الى جانب العالم المادي هناك عالم غيبي وهو لا يرى ولا يخضع للحواس وانما مقامه الاحساس والمشاعر ويسمى المكاشفات كما وقع لسيدنا موسى عليه السلام قال ربي ارني انظر اليك سيدنا موسى غيطب الله مثل هذا الطلب انه يريد ان يرى الله ويرى الملائكه لان بني اسرائيل قالوا له يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أرادوا أن يتأكدوا بهذا الأمر ولكن الله تعالى لما خطبه موسى قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا أكبر صعقة تعرض لها إنسان في الوجود هي صعقة موسى عليه السلام حتى اخبر النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه لما ينفخ في الصور سيصعق كل الخلق الا سيدنا موسى لماذا لان الله لا يريد ان يضاعف له صعقتين واحده في الدنيا واحده في الاخره هذا لانه طلب شيئا عظيما طلب ان يرى الله ولا يمكن ان نطلب رؤيه الله ولكن الله تعالى ممكن ان يتجلى على عباده ببعض الكرامات فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج سينقله الله تعالى من العالم المادي الى العالم الغيبي سينقله من عالم الفناء الى عالم البقاء وسوف يطلعه ليس بالجسم الترابي وانما بالجسم الهلامي سيرى ملكوت الله وقد سئل يا رسول الله هل رايت ربك؟ قال اي نعم رايته نور على نور وفي رواية قال هو نور أن لي أن أراه ورأى الملائكة ملائكة ترى وقد رأى الصلحاء الملائكة في الأرض والسيدة مريم العذراء رأت الملائكة وبنو إسرائيل كان يأتوهم الملائكة وقصة الملك الذي جاء في التابوت جاء تحمله الملائكة فممكن أن يرى الإنسان الملائكة وفي المنام كثير من الناس يرون الملائكة كما يرون الجن لأن البعض ربما يختصرون على رؤية الجن في المنام والفزع والخوف أيضا هناك رؤية الملائكة إن شاء الله في حلقات من حلقات رمضان سنتكلم في حلقة مستقلة عن عالم الملائكة إذا تكلمنا عليه بالتفصيل وعمرنا به قلوبنا راه ممكن تعود تشوف الملائكة في المنام وتشوفهم إن شاء الله في اليقظة ويعطيك بهم الله تعالى الكرامات ويثبتون يثبتون المؤمنين ونحن نوصل ان شاء الله السابع عشر من رمضان غزوه بدر الكبرى سنرى كيف ان المؤمنين سيؤيدهم الله تعالى بالملائكه جنود لم تروها فلالا السعديه هذا اللي شفتي هذا كله كيدل على انك الحمد لله لك نفس شفافه ولك روح طيبه ووصلت الى مقام المكاشفات هذا المقام هو مقام الاحسان مقام الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هنيئا لك السعدية بهذا المقام حافظي عليه ومعذرة بنتي معذرة لأن برنامجنا هذا ممنوع علينا أن ندرج ما يتعلق بتفسير الاحلام والرؤى والمنامات هذا هذا امر فوقنا معذره بنتي معذره ونطلب الله سبحانه وتعالى يبارك لك في ايمانك ويبارك لك في صحتك ويبارك لك في 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 هذا التوجه الرباني هنيئا لك هنيئا لك اصلحك الله وبارك الله وجعلك مع نساء النبي المصطفى امين امين يا ربي يا كريم نتحول الى اقليم ايمن تنوت معنا للاعيشة السلام عليكم خليل الحاج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا نهار كبير عندي من سمعت صوتك الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك للعيشة وكان يقول لك سمح لي راني شلحة ما كان عرفش بزاف نهضر بالعربية ولكن داك اللي كتقول راه كان فهمه كامل وقت تضرب الشلحة حنا غنفهموك إن شاء الله بقلوبنا اللي جت على لسانك حلوة سمن وعسل سمح لي نهضر ذاك الشيء اللي عرفت بغيت نقول لك دعي معايا راني مريضه بعض المرات اللي كنبغي نخرج يكون أيه؟ فيها شويه ديال الخوف وكان كنقول غاترى ليا شي حاجه غاترى ليا لاولادي المهم مريضه وصافي كنبغي نخرج في الليل وداك الشيء اللي شدني في النهار كنبغي نخرج. الله يحفظك وينجيك يا لاله وبغيت نقول لك الله يرحم والديك الله يخليك الله يطول في عمرك الى جات على خاطرك تصوني ليا في المرا ديالك نهضر معاك. لكن المشكل اللي عندي غير بوحدي. واخا اختي عائشه، واخا ان شاء الله نحاول باذن الله، واخا عائشه الله يطول عمرك ويحفظك ويراك ناخذ الرقم ديالك، باذن الله راني كنحاول باش اي واحد طلبني هذا الطلب نوفيه ليه، لكن احيانا كتجي المكالمات كثيره وكاين المكالمه الواحده يعني ما كتكونش غير مجرد مكالمه في خمس دقائق، راه كتاخذ كتلقى شي موضوع كبير وكبير بزاف كيطلب اتصالات اخرى ومشاورات اخرى وطرق ابواب اخرى. فكيد لي الوقت فانا سعيد جدا انني نتكلم مع اي واحد في اي موضوع الا ان الوقت هو الذي لا يسعفني احيانا مثلا كتكون كتكون مكالمه ربما غير بالامس واحد الاخت فاضله من اكادير قالت لي واحد المكالمه اللي فيها واحد القصه غريبه جدا كيف ان والدها انتقل من مشروع الى مشروع من مشروع الى مشروع والمشاريع كلها باءت له بالفشل رغم لما كان في واحد الفتره غني ثم صار من من افقر الفقراء وصار مدين ودابا الان مهدد بالسجن والقضيه كبيره جدا وفي الاخر كتفهم بان عنده مسكين تابعة, تابعه يعني في محط الضوء حتى كيربح وبالبعد من غير منطق كيف شل الان صار صار مدين بي 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 بعشرات الملايين وخص طرق الابواب ديال بعض الناس كيفاش يساعدوه او بعض الناس انهم يقدموا الشيكات او الناس موضوع متشعب وكيطلب منك دير واحد المجهود تنقل من مكان لمكان وتطرق بعض الابواب وتتحول على قدر ما تستطيع ما لا يدرك كله لا يترك جله وحيك تخشى شي مكالمه عباره عن 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 نزاع زوجي بين عائلات الزوج والزوجه و وكتضطر تمشي عند الزوج في الاول وتشاد عائله الزوجه وكتلقى بانهم اطراف اخرى وكتنقل من مدينه الى مدينه من منطقه الى منطقه وهذا كياخذ لك وقت طويل هذا هو السبب إلى كانوا بعض الاحباب ربما لم اتصل بهم والله ما هو تهاون والله ما هو ما هو يعني عدم اعتبار بالعكس هو هو جهد ضعيف احيانا والله لا انام الى ثلاث اربع ساعات في اليوم وكنبقى كنكمل النوم في السياره والله في السياره دير دير دير, دير مخدة ودير ودير واحد المنطا وواحد البوليزه ديال الماء وسجاده ديال الصلاه فيما واليني ربي كنعس تحت الشجره ونكمل الغد ليه واحيانا ربما والله حتى اولادي ثلاث اولاد والزوج ما كيشوفونيش ثلاث ايام اربع ايام كنتواصل معهم غير بالواتساب اين انت انا في هذه المنطقه انا في هذه المنطقه انا في هذه المنطقه حتى نجي ان شاء الله فكل هذا السبب هو الوقت لو كان لو تمنيت لو كان اليوم ما فيش 24 ساعه كان فيه واحد 48 ساعه ولا فيها واحد 120 ساعه كنت سأكون سعيد أكثر لأنجز أكثر ولكن هذه حال الدنيا هكذا خلقنا الله تعالى سبحانه وتعالى خلق الحياة قصيرة جدا الحياة فيلم قصير آه ربنا يقول لنا وناظر كيف تصنعون وغدا سوف نغادر هذه الحياة وهنالك غادي يكون جنة عرضها السماوات والأرض ويوم عند ربك كألف سنة مما تعدون حفظك الله ورعاك آه للعيشة عيشة جوابا على سؤالك هذا الخوف الذي ينتابك ما هو؟ الخوف هو انواع كالخوف الخوف الطبيعي ربي عز وجل وضع فينا الخوف كاملين قال لك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين بدا ربي بالخوف كل واحد مهما خلقه الله تعالى في واحد النزعه الخوف هذاك الخوف صحي هو عباره عن فرمله أنا ملي كندير واحد المشروع أو كندير واحد المبادرة ديما عندي واحد الخوف من الفشل هذاك صمام وأمان هذاك مهم خصو يكون عندك اللي ما عندوش راه يكون متهور وقد يلقي بنفسه إلى التهلكة إلا شفتي واحد السيارة جاية بواحد السرعة الخوف اللي عندك يقول لك احذر تراجع إلى الوراء إلا كنت غادي انت السيارة بسرعة الخوف اللي عندك يقول لك اه اضغط على الفرامل انقص من السرعة هذا خوف طبيعي عادي عندنا كاملين لكنه قد يتحول الى خوف مرضي ملي يعددنا الخوف من اي شيء كنخاف من المستقبل يتخيل لي المستقبل كله ظلام وكله فشل او اتخوف من الـ من الـ من الـ من الليل كيخاف من الليل كيجي الليل كيشعر كي بانه حياته لا تطاق والله شي أحكولي لي شي ناس شي ناس اللي هما عندهم مقامات رفيعه يعني ناس في الدوله مسؤولين عندهم عندهم مقامات رفيعه ولكن عندهم ساكن هذه ال... الحالة انه لما ياتي الليل كيشعر بواحد الخوف شديد كيتمنى ينعس كياكل مهدئات تاع النوم ما كياذيش النعاس باش كيخاف كتهجم عليه ارواح خبيثة كتهجم عليه ارواح خبيثة مع انهم طيبون وصلحاء وكتهجم عليهم اما بفعل فاعل كيصيفط لهم اعمال سحرية واما اعتداء من طرف هذه الارواح وكتلقى كتلقى الليل كله هو كيتهز وكيتخبط ولحمه كله زرق يخاف من الليل كيقول يا رب تشرق الشمس عاد كيمشي داك غير كيجي الليل كيبدا كي يشعر بالازيز كيجي في ودنيه في عظامه والطبيب كيقول لي هالحالة الحاله عندك مرض نفسي وهي حاله روحيه كل كيخاف على اولاده غدا غادي يموتوا غادي ينحرفوا كل كيخاف من اشياء غريبه جدا هذا خوف مرضي لن ينبغي ان نتجاوزه هذا الخوف المرضي باش كي باش كي نتجاوزوه كنميو اليقين في الله اليقين في الله. واذا مرضت فهو يشفين والذي هو يطعمني ويسقين الله تعالى دائما هو كنمي اليقين لان الانسان ملي كيضعف عنده اليقين وهذاك الارواح الخابته كتحاول ما امكن تضعف يقينك بالله تضعفه وخنت مؤمن وخا انت مؤمنه ولكن كيضعف لك اليقين في الله فكيصعد المد المعاكس وهو الخوف المرضي. وهذا لونغواس هذا الخوف غريب جدا كل يخاف من الجن كيخاف من العفاريت كل يخاف من النار كل يخاف من الأيدز كيخاف من, AIDS. كيخاف من, الـ من الـ الامراض المتنقله جنسيا كل كيخاف غير من العطاس شو واحد عطس كيقول وصلني ميكروب هذه كلها امراض خبيثه وهي مرضيه والانسان يتجاوزها بماذا؟ اول حاجه كنميو اليقين في الله باش كنميو اليقين في الله بكلمه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله هذه هي الطريقه المثلى لتقويه لي... لي... اليقين في الله كيقول لك الصلحاء بقى تقول لا اله الا الله حتى لسانك يوقف وكيعود يقولها قلبك ملكة كتنعس انت كتنعس او كتوقف عن قولها غتسمع بان قلبك بالداخل يقول لا اله الا الله لا اله الا الله غتسمع بقلبك بالداخل هناك كيتقوى عندك اليقين في الله انك لا تخشى الا الله ولا تخاف الا الله ولا ترجو الا الله كتصير ديك الساعه عندك استقلاليه كامله عن كل المخلوقات ما تخاف من حد ما ما تطمع في حد ما تعطي اهتمام لحد هذا الاول اليقين ثم كنديروا هذاك المرض اللي اللي كي دائما كيوسوس ليا كندير ليه اللامبالاه يعني كان ما كنفكرش فيه كنحيدو عليا من راسي واخا يجمع وطبعا أشياء أخرى كثيرة وأبرزها هي أن الإنسان يدعو الله تعالى أن يزيل عنه هذا الخوف والمرض اللهم يا رب أزل من قلوبنا الخوف إلا منك يا, يا حنان يا منان اللهم املأ قلوبنا الطمأنينة والسكينة بالدعاء هكذا الدعاء ربك يعطيك اليقين والطمأنينة والصحبة الطيبة أي نعم الصحبة الطيبة غتقلب على ناس اللي هما فيهم الإيمان واليقين وكتلقاهم من علامتهم انهم دوما متوضئين، من علامة الايمان كتلقى متوضئ، الوضوء سلاح المؤمن، والصحبة الطيبة، الصاحب ساحب كتلقى معهم كتجالسهم وتخالطهم كيعطيك الله اليقين معهم لأن الأرواح يسقي بعضها بعضا، كتاخذ منهم الإيمان واليقين والصدق وقوة قوة المعرفة، هادشي كله كتاخذه من الصحبة الطيبة وتجتنب العزلة، العزلة قاتلة يبقى تيمون واحد وحيد هذا آه ذاك كيهجم الارواح الخبيثه ويجيك الوسواس الخناس اللي كيبقى ايزولي كيبقى دائما بعيد عن الاخرين يستحوذ عليه الشيطان بالوسوسه على كل حال عائشه الله يشفيك بنتي الله يشفيك ويعافيك ويداويك أسأل الله تعالى أن يمتعك بالصحة والعافية وتمام العافية أسأل الله تعالى أن يزيل عنك هذا الخوف المرضي وأن يملأ قلبك باليقين وأن يحفظ لك الأولاد والبنات ويحفظك في الليل والنهار في اليقظه والنوم في الحركه والسكون في القيام والقعود ان يحفظك الله تعالى في كل وقت وحين وان يكون الله وملائكته حولك من كل جانب ينير طريقك وينيرون قلبك وينيرون بصيرتك اللهم امين اللهم امين يا اكرم الاكرمين ونتحول الى اقليم تنغير مع سيدي علي الو السلام عليكم سي الحاج كوريدان وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته الله يحفظك ودا السي كل مبروك عواشركم بارك الله فيك مولاي على المسلمين اجمعين في العالم باسره يا رحمن يا رحيم معك الداعي الداعي من كين غير الداعي من غير مرحبا بك واسعدك الله, الله. فيك دعينات سميتو واحد الج... واحد جوج الجمعات يحفظك وطاعت وطاعت دا الله يحفظك سميتو واستاذ بلينا الدعوه الله يرحم الوالدين وطاحت الشتاء وطاحت ذاك الايامات اييه دابا الله يجازيك بخير غادي نديرو سميتو دير واحد الدعوه على هذا الغلاء وعلى هذا الوباء الله يجازيك بخير على هذا الغلاء اللي سميتو اييه به الناس جامعا المسلمين غربا وشرقا يا ربي يا رب وواحد خالتي الله يجازيك بخير تدعي معاه سميتو كانت سميتو في الودنين ديالو الروح القديم ديالو مسمتها شويه الله يرحم لك الوالدين وهاد العواشر وسميتو على هاد الغالة وعلى هاد سميتو هاد الزمان غالي على المسلمين الله نديرو شي دعوة ونقولو المسلمين آمين الله يرحم لك الوالدين أيها مولاي والنمرة والنمرة ديالها سي الحاج أيه. بغيت تاخذها على شي مساله ديال سميتو غاز زعما غير المسلمين كاع اجمعين على سميتو كل شيء الله يرحم نعم واحد السؤال الله يجزيك بخير واخا خويا باذن الله بارك الله فيك ونديرو ونقولوا امين تتكمل ان شاء الله احنا معاك نقولوا امين امين من تكمل واخا المسلمين اللي مريض ولا اللي تي يطلب لك سميتو على شي دعاء ولا على شي مساله ديالو أيه؟ تطلب الله تعالى وهذا العواشر وهذا سميتو هذا العيد المبارك يعفو على الجامع بإسره العالم بإسره بالمسلمين أجمعين أيها أخويا أيها سيدة واحد جوج الجمعات راني اتصلت معاك وحمدنا الله وشكرناه داكشي اللي طلبناه حمدنا الله وشكرنا ايها مولاي بارك, بارك الله فيك السي السي الحاج شكرا الله يرحم الوالدين والمرا ديالي غتاخذها الله يجازيك بخير الله يرحم لك الوالدين راه بحال هذه الليله فاش كان رمضان ديال العام الاول ايها ده. ايها السي الحاج قلا قلا مولاي ايها مولاي بحال هذا بحال غدا ان شاء الله سميتو رمضان ديال العام الاول اللي فات سميتو الله يرحم لك الوالدين بارك الله فيك شكرا لك سيد علي شكرا لك سيد علي من تنغير هو يتابع يعني باهتمام بالغ جميع الحلقات اللي كنتكلموا فيها وفعلا هو اشار الى انه قبل شهور قبل شهور كنا في مغربنا العزيز كان سمعوا مكالمات كنتلقوها دي الفلاحه في هذا البرنامج يا ما سمعنا فلاحه من وجدة من تنغير من الشاويه من من الجنوب من الشمال من الشرق كانوا يقولوا لنا هذه السنه هي الاخرى لعلكم تذكرون واحد السيد فلاح قال لك راه السنه هي الاخرى صافي غنبيعوا الغنم وغنسدوا الباب وغنحيدوا من التاريخ ان المغرب بلد فلاحي قلت له يا اخي لماذا هذا التشاؤم هذا التشاؤم نجبتيه وفعلا كانت واحد مجموعة ديال الدراسات الاستراتيجية كيتكلموا بأن المغرب مقبل على جفاف خطير حتى أن الوزارة المكلفة بالمياه والغابات وغيرها تكلمت على على توقعات توقعات بان غتكون الضربه ديال الجفاف في المغرب ضربه قاتله وغادي آه الغنم غتباع بارخص الاثمان حتى واحد ما غادي يبغيها لان ما يتكال ما يتشرب والناس غادي يموتوا بالعطش وكلام مثل هذا يثير الفزع ويثير الخوف لدى القلوب الضعيفه وكنذكر بعض بعض السيدات كانوا كيتكلموا معي في التليفون خارج البرنامج اتصابوا بالوسوسه فعلا واحد الرجل قال لي مراتي راه غتسطى غتحمق راه كتسمع هاد الاشياء كتقول لك غدا ما تغدا ما نلقاو ما نشربوا ما نغسلو ما قلت لي يا اخي الفاضل هذا غير كلام ديال ديال جهات علميه عندها تفكير استراتيجي كنحترموها وكنقدروها ولكن هاد الجهات يغيب عنها الرؤيه الربانيه الرؤيه الايمانيه الرؤيه القرانيه بان رحمه الله واسعه حنا اللي تعلمناه من عاد سيدنا اللونين اشتد ازمه تنفريجي هذه هذه قضية محسومة. يشتدي ازمة تنفرجي. يوقع اللي يوقع غدا بعد غدا يجي الفرج. غير تهناو راه ما كاينش راه كاين اللي كيتوقع الاسوء كيقول غدا غيوقع غادي يوقع غلاء الاسعار، ندرة في المواد الطبيعية والضرورية. بدا أه بل دابا تشري وخبي الادخار. هذا كله كلام فارغ. الخير موجود وغادي يبقى ما دام رب الوجود غادي يبقى الخير موجود. وسبحان الله العظيم فعلا باقي كنذكر قلت للاخ الفاضل حنا اللي خصنا ده بالآن ماشي نهتموا بها التوقعات ونخافوا منها الى واحد الفئه منا اجتهدوا في هذا الميدان الله يعاونهم ويسهل عليهم حنا بغينا فئه اخرى يجتهدون في الدعاء ويجتهدون في الابتهال للمولى جل وعلا فعلا بقينا كنديروا الدعاء كل ليله اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت وكان سلطاننا المحبوب امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه أعطى أمره السامي بالإكتار من الدعاء للاستسقاء في مساجد الله فكانت المساجد كلها في عاقب الصلوات الخمس الناس كلهم يلهجون بهذه الدعوات ومن اللي تبين بأن الجفاف طال كان تدخل كبير وعظيم وجليل وموقف تاريخي يسجل بماء من ذهب الموقف اللي أخذه السلطان محمد السادس حفظه الله ورعاه أنه تقدم بألف مليار سنتيم ألف مليار سنتيم لدعم القطاع الفلاحي وحتى أن الحكومة ربما تعجلت وأمضت أمضت عقود لأخذ ديون من البنك الدولي وسبحان الله العظيم ما الذي وقع؟ الذي وقع بأن بفضل الدعوات عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان جاءت رحمة الله ولما جاء شهر مارس الفصل الربيعي جاءت الأمطار غزيرة الآن سولوا المسؤولين على القطاع المياه والغابات غادي يقول لك تقريبا نص ديال ديال السدود وديال الآبار في مغرب العزيز امتلأت 100% يعني النصف ديالها 50% ديالها امتلأت 100% والنص الآخر تجاوز ال 50% يعني احنا الان الوضعيه الماليه في بلادنا هي وضعيه مريحه ومريحه جدا يعني ما كتسماش هذه سنة, سنه الجفاف بالعكس فيها خير وبركه وكثير هذا لا يمنع ان الوزاره المعنيه كتبع السياسه المائيه ديالها في الاصلاح وفي التوقعات وتدير دائما ما يمكن تحسبا اش غادي يوقع ان خصها دير سدود جديده دير ابار جديده دير تحليه المياه البحر كما سمعنا الوزاره المعنيه غدير تحليه مياه البحر على امتداد المدن الساحليه الكبرى بدءا من اكادير الى اسفي الى الدار البيضاء الى 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 طنجه الى المنطقه الشرقيه في الناظور وغيرها كل الاماكن الساحليه غتشهد محطات لتحليه مياه البحر وايضا إعادة تدبير المياه العائمة هذا جميل نديروا هذه الإجراءات تحسبا لأي طارئ ولكن إن شاء الله ما نوصلوش لها نديروها تكون واجدة عندنا لكن ما نوصلوش لها لأن المولى عز وجل غير دوما بأمطار الخير وبأمطار الرحمة وبأمطار البركة هذا كله وصلنا إليه بمدى بفضل اليقين في الله والإكتار من الدعاء لأن الله تعالى سميع قريب مجيب وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أخونا سي الدعلي من تنغير كيقول لك الآن حنا تجاوزنا مشكل جفاف المشكل اللي عندنا الآن في المغرب مشكل غلاء الأسعار ما كاينش ندرة المواد المواد موجودة الحمد لله كل شيء موجود الخير متدفق في كل مكان ولكن المواطن المستهلك اللي بغى يوصل شي حاجة ما يقدرش لأن غلاء الأسعار والأسباب تعرفونها المحروقات تداعية الحرب الأوكرانية الروسية آه البرجية المتوحشة عادة كتقلب على هذه الفرص وكدير ما هذه أسباب كثيرة متداخلة احنا بماذا سوف نواجه هذا الأمر أيضا بسلاحنا الذي لا يقهر سلاح الدعاء ندعو الله سبحانه وتعالى باش يكون عندنا الخير ولكن هذا لا ينفي أننا لابد أن نتخذ تدابير جديدة المغرب العزيز ديالنا بلاد فلاحي بامتياز كنا كنديروا الحمد لله القمح وكنديروا البذور وكنديروا الحمد لله الشعير وكنديروا القطاني واحد الفتره المغرب ديالنا بغى يمشي للمواد التسويقيه مشى لافوكا مشى جميل هذا فيه دخول العمله الصعبه ولكن تحسب راه المشكل ديال اوكرانيا الان راه 50% من القمح راه الناس ربما غيشعروا بواحد نوع من الخبز قليل هذا خطا يعني لا لابد اننا نعمد على الاكتفاء الذاتي السياسه الفلاحيه في مغربنا العزيز لابد ان تعتمد على على الاكتفاء الذاتي كما بعض الدول انتبهت اليها في مصر وغيرها عرفوا هذه الاخطار لأنك كتوقع شي دوليه حنا كنخلصوا الفاتوره ولكن الا درنا الاكتفاء الذاتي وكانت الحمد لله القمح الذي يكفينا لا نضطر الى ان نمد ايدينا نطلب الله سبحانه وتعالى يوفق المسؤولين الى انتهاج سياسه وتدبير محكم وناجح في القطاع الفلاحي والقطاع المائي وغير من القطاعات حتى يعم عن الخير وندعي الله تعالى يجيب لنا الفرج وندعي الله سبحانه وتعالى يرخص لنا الاسعار فاللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم في هذا الشهر الفضيل ببركه الصيام والقيام وتلاوه القران يا رب انك تعلم ما اصاب بلادنا من الاسعار الملتهبه التي اكتوى بها الضعفاء وحتى الطبقات المتوسطه يا رب انه لا يخفى عليك شيء من امرنا نسالك اللهم ان تتدخل برحمتك وعفوك وكرمك وجودك وعطائك واحسانك اللهم يا رب رخص اسعارنا اللهم كثر خيراتنا اللهم رخص اسعارنا يا رب بقدرتك وجودك وقوتك يا رحمن رحيم تدخل يا رحمن رحيم في هؤلاء العباد حتى يحسن التدبير ويقلل من الاسعار ويكثروا من الانتاج حتى يتمكن الضعفاء والمساكين من العيش الكريم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ودود اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى ونسألك يا مولانا بصفاتك العلى ونسألك اللهم يا رب باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تنزل علينا من البركات والخيرات يا رب إن الرزق كله بيديك إنك على كل شيء قدير الرزق كله بين يديك وأنت يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم تملك خزائن الدنيا والآخرة يا من قلت وقولك الحق وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم يا رب أنزل علينا الخيرات رب إنا لما أنزلت إلينا من خير فقراء رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحانك سبحانك ما اعظم شانك يا رازق السائلين يا راحم المساكين يا ذا القوه المتين يا ولي المؤمنين يا غيات المستغيثين اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، وإياك نستعين، اللهم كثر خيراتنا، اللهم رخص أسعارنا، اللهم رخص أسعارنا، اللهم رخص أسعارنا، اللهم أنزل علينا من بركة السماء والأرض، اللهم أنزل علينا من بركة السماء والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، اللهم أنزل علينا من خزائن الأرض والسماء، اللهم يا رب وأنزل علينا من الرزق الوفير وفي السماء رزقكم وما توعدون، يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات فرج كربنا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا باسط اليدين بالعطايا اللهم يسر لنا اللهم يسر لنا وبارك لنا في هذا البلد اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يرجى الا فضله ولا رازق غيره الله اكبر ليس كمثله شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع البصير الحمد لله الذي عرفنا نفسه ولم يتركنا عميان القلب الحمد لله الذي جعلنا من امه محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل رزقنا في يده ولم يجعل رزقنا في ايدي الناس الحمد لله الذي ستر عيوبنا ولم يفضحنا بين الناس اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا من قلت وقولك الحق فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال ويمددكم باموال ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا اللهم يا كريم يا رحيم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم وارزقنا رزقا حلالا طيبا من حيث لا نحتسب اللهم نور لنا دروبنا اللهم نور لنا دروبنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم إن نسألك بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كربنا يا رب أرزقنا بركة تغفر بها ذنوبنا وتجمع بها شملنا اللهم ارزقنا بركة تغني بها فقرنا وتكشف بها غمنا وتشفي بها سقمنا اللهم نسألك بركة تقضي بها ديوننا وتجدو بها أحزاننا وتجمع بها شملنا وتبيض بها وجوهنا يا رحمن يا رحيم يا ودود انك تعلم بما نزل بعبادك يا رب غلاء في الاسعار يا رب وفقر وضعف لعبادك المستضعفين يا رب انك على كل شيء قدير دعوناك يا مولانا في هذه الساعه المباركه ان تكتر ارزاقنا وترخص اسعارنا وتشملنا بالأمن الشامل اللهم أمن أوطاننا اللهم أمن أوطاننا وكثر خيراتنا ورخص أسعارنا ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في تحت الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا قليلا فكثره، وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا قريبا فقربه يا ربي ويسره يا أكرم الأكرمين، يا رحمن. يا رحيم إليك مددنا أيدينا وفيما عندك عظمت رغباتنا فاقبل توبتنا اقبل توبتنا يا رحمن يا رب إننا نقضي اليوم بالصيام والليل بالقيام ونحرص على ختم القرآن يا رب إن توبنا إليك توبة نصوحة اقبل توبتنا يا رب اقبل توبتنا يا رحيم وارحم ضعف قوتنا اللهم ارحم ضعف قوتنا اللهم اغفر خطايانا يا رب اغفر خطايانا يا رب اقبل معذرتنا نعتذر منك يا رب اقبل معذرتنا يا كريم واجعل لنا من كل خير نصيبا والى كل خير سبيلا يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم نسالك اللهم نفحه كريمه من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا اللهم ارزقنا رزقا نلم به شعتنا ونقضي به ديننا ونستعين به على مصروف عيالنا يا ربي يا كريم نسالك اللهم حسن المعيشه يا رب ارزقنا حسن المعيشه يا رب ارزقنا معيشه طيبه نتقوى بها على جميع حوائجنا ونتوصل بها في الحياه الى اخرتنا اللهم يا ربي لا نريد ترفا فنطغى ولا اقتارا فنشقى يا رب يا كريم أرزقنا رزقا طيبا من غير أن تترفنا فيه فنطغى أو تقتر به علينا فنشقى اللهم يا رب ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فضلا منك وإكراما يا رب طهر قلوبنا واشرح صدورنا وتقبل صلاتنا وصيامنا وجميع طاعتنا اللهم وأجب دعواتنا وأصلح أحوالنا وبيض وجوهنا واجعل الريان بابنا والفردوس ثوابنا والكوثر شرابنا يا رب ببركه الصيام والقيام وتلاوه القران نسالك اللهم يا رحمن الرحيم ان تصلح احوالنا وان تبيض وجوهنا وان تطهر قلوبنا وان تشرح صدورنا وان تجيب دعواتنا يا رب اجعل الريان بابنا والفردوس ثوابنا والكوثر شرابنا واجمعنا يا ربنا بسيد الخلق وأشرف الخلق مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين